اين تصلي الصلوات الخمس اصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال واين تصلي الفجر اصلي الفجر في البيت لماذا تصلي الفجر في البيت لا اسمع الاذان هل تستيقظ متاخره نعم بعد صلاه الفجر استيقظ مبكره لا استطيع اعمل في الليل ضع المنبه بجانبك هذه فكره طيبه جزاك الله خيرا